أهلا بكم مشاهدي الكرام في برنامج ممكن الذي يقدمه خيري رمضان وأقدمه أنا نيابة عنه لفترة محدودة واسمي محمد عبد الرحمن غمضوا عليكم كده وتصوروا معايا الحال لو كانت اسكتلندا دي في حالة اتحاد مع دولة عربية وبعدين شعبها قرر أنه بيفكر ينفصل تخيلوا أنهار الدماء التي كانت ستسيل والحروب والخراب الاقتصادي بقلوة فظيعة لوحدة التراب الوطني، ازاي الاوغاد الاسكتلنديين دول يفكروا ينفصلوا عننا ويجزأوا دولتنا، احنا هنحارب ونقعد نحارب ها؟ كل ده بدل الاستفتاء. البريطانيين عملوه عملوا استفتاء وطلعت نتيجه الاستفتاء 55% مع بقاء اسكتلندا ضمن المملكه المتحده، وكفى الله المؤمنين بقى وغير المؤمنين حسب ما تقولوا، كفى الله المؤمنين والبريطانيين شر القتال. الحقيقه الطف تعليق على هذه الحاله الاسكتلنديه البريطانيه البديعه الحاله اللي فيها تحكيم لديمقراطيه حقيقيه راسخه هو التعليق التالي ده اللي قاله الاستاذ مبارك الاسمري، الاستاذ مبارك قال ايه على تويتر؟ قال لعل الحاله الاسكتلنديه تمثل درسا نموذجيا حديثا للعرب. انا فاهم الاسمري يقصد ايه؟ يقصد إن أي دولة على الإطلاق أي دولة في العالم حين توفر لأهالي إقليم ما من أقاليمها توفر ليهم حياة لطيفة لا تظلمهم في التنمية ازدهار اقتصادي عدالة أمن لما توفر للإقليم ده أي إقليم في أي دولة توفر لهم ده أهل هذا الإقليم ينفصلوا ليه؟ ما ينفصلوش دول مبسوطين مبسوطين مع الدولة الأم مبسوطين في الاتحاد وده حل الاسكتلنديين الاسكتلنديون صوتوا بلا للانفصال نعم للبقاء ضمن المملكة المتحدة لأنه شايفين أن المكاسب أكثر والحقيقة هذا التصويت اللي زمايلنا فريق الإعداد بشكل بلاغي جميل كده قالوا أنه بدد حلم بطل الاستقلال الاسكتلندي التاريخي اللي احنا شفنا ميل جيبسون وهو بيجسده في فيلم بريف هارت القلب الشجاع ويليام واليس بدد هذا الحلم تبديدا لا رجعه فيه بقرار الناخب الاسكتلندي بقرار الشعب الاسكتلندي هذا القرار نتيجه الاستفتاء ده في نهايه الامر ستحقق مكاسب فيها حكم ذاتي أكثر فيها سلطات أوسع لبرلمان اسكتلندا صحيح لسه مختلفين في لندن حول الأحزاب السياسية الأساسية الرئيسية في لندن مختلفة حوالين نسبة نسبة الصلاحيات الإضافية التي ستمنح لبرلمان اسكتلندا لكن في كل الأحوال سيكون هناك حكم ذاتي أكثر هذا الاستفتاء مش معناه انه الاسكتلنديين لن يحصلوا على مكاسب، سيحصلون على مكاسب. لكن الاساسي بالنسبه لنا الدرس اللي نتعلمه في هذا الاقليم العربي الشرق اوسطي الملتهب اللي الاعصاب فيه ثائره باستمرار. اللي فيه مقدسات ما هياش مقدسات الحقيقه. ما هياش مقدسات اطلاقا، احنا صحيح اتعلمناها في كتب التربيه الوطنيه كده واحنا صغيرين لكن ما هياش مقدسات. شعب اقليم ما في اي دوله ما عايز ينفصل لأن الدولة دي ما بتحققلوش أحلامه وطموحاته نعمل استفتاء بس ببساطة ونشوف الدولة المركزية بتقدم له ولا ما بتقدملوش بتظلمه ولا بتتعامل معاه بعدالة والناس هما اللي قرروا من غير أنهار الدماء اللي اتعودنا عليها في عالمنا العربي ده درس مهم جدا زي ما بيقول الأستاذ الأسمري بمنتهى اللطف والظرف الناس اللي مع اللي نزلوا في شوارع اسكتلندا كل المدن الاسكتلندية رافعين لافتات نعم للانفصال اسكتلندا مستقلة الاستقلال التام او الموت الزؤام فاكرين؟ روحوا بيوتهم زي الفل ما حدش قبض عليهم ولا حد بيطاردهم ولا اتعمل لهم ملفات في امن الدولة البريطاني ام اي 6 زي الفل روحوا كويسين والناس مبسوطين وشعب واحد ما اي صراعات ما فيش حد مات ما فيش حد عينه اتفقعت ما فيش حد اتضرب والله هو هو ده الدرس اللي نتعلمه من اوروبا بقى ده الدرس اللي نتعلمه من اوروبا والدول المتقدمه ولا ايه؟ رئيس حكومه اسكتلندا اللي هو اسمه الوزير الاول هناك السيد سالموند قال انه حلم الاستقلال لن يموت لكنه فخور بالمشاركه الكثيفه من مواطني اسكتلندا ده كمان درس تاني المشاركه الكثيفه اما يكون في قرار مصيري ينزلين نستفتى عليه تكون المشاركه كثيفه وأعلن استقالته لكنه سيسير الأعمال سيسير الأعمال هناك في اسكتلندا أقول لكم الأرقام بدقة إن كنتم مهتمين الرافضون للاستقلال عن المملكة المتحدة يعني الذين هم مع بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة نسبتهم هي وخمسون وثلاثة عشر في المائة مؤيدو الاستقلال 44.17% من الاصوات بعد انتهاء الفرز في جميع الدوائر الاسكتلنديه ل 32 عقبال عندنا ان شاء الله كده في كل العالم العربي لما نحل مشاكلنا بالطريقه دي عمركم شفتوا طريقه الطف من دي ولا اكثر تحضرا ولا حقنا للدماء ما اعرفش احنا اعصابنا ليه ثائره باستمرار كده و الحل هو الديمقراطيه الحقيقه الحل هو الايمان العميق بالديمقراطية ونحكم الديمقراطية تحكيما كاملا في كل شأن في كل سؤال يطرح على أي... يطرح على أي أمة نقوم نلجأ للديمقراطية نستفتي الناس مش نلجأ للقمع ولا قوة السلاح ولا أنهار الدماء وعندنا التجربة السودانية واضحة جدا قدام عينين ربع قرن من الحرب المتصلة في الجنوب جنوب السودان أسفرت عن مليون قتيل من الطرفين وبعدين انفصلت دولة جنوب السودان تصوروا في نهاية الأمر انفصلت الدولة بقى في دولة اسمها جنوب السودان تصوروا إن إحنا كان ممكن نختصر كل ده باستفتاء خلص الحكاية والمليون اللي ماتوا دول يعني عند ربنا بقى يعني كان ممكن نحقن دمائهم مهم أنا هقرأ لكم الخبر التالي خبر موجه إلى روح القانون روح القانون لعلمكم هي حقيقة القانون القانون ما هوش إجراءات وبنود وناس بتترافع قدام محكمة قدام هيئة قضائية وتنفيذ صارم مغمض العينين كده العقوبات واللوائح القانون ليه روح والامتثال لهذه الروح أولى بكثير لأنه هي الروح دي هي أصل القانون هو قانون اتعمل عشان صيانة روحه اللي هي تحقيق العدالة تحقيق قدر أكبر من الإنسانية بين الناس في أي مجتمع بشري اسمعوا طلبت الحركة الشعبية العربية تمرد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو الصحي عن الناشط السياسي أحمد دوما وذلك في العقوبة المقررة عليه في قضية خرق قانون التظاهر وذلك نظرا لتدهور حالته الصحية داخل محبسه كما طلبت تمرد في بيان لها اليوم المستشار هشام بركات النائب العام بالإفراج الصحي عن أحمد دوما مؤكدة أن هذا المطلب قانوني حيث إنه ما يزال في فترة الحبس الاحتياطي والتي لها أسباب على سبيل الحصر بالقانون وهي خشية هروبه خارج البلاد ألا يكون له محل إقامة ثابت الخوف على أوراق القضية من المتهم إذا كان باستطاعته العبث بالأدلة مشيرة إلى أن هذا بأسره يتنافى مع حالة أحمد دوما الحركة شددت في بيانها على أن دوما ليس متهما عتيد الاجرام بتتخذ ضد هؤلاء العتيدي الاجرام اجراءات عقابيه صارمه من النوع ده لكن احمد دوما ده كما تقول تمرد ليس بلطجيا كل الناس عارفه الحكايه دي وهو من اهم ابطال ثوره 25 يناير كما انه كان محبوسا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ووقع على استماره التمرد لسحب الثقه من مرسي الحقيقه ده دي هوامش كلها لانه في في تصوري المتواضع صلب الموضوع هو الراجل عيان والراجل ما هواش مجرم عتيد الاجرام ولا شقي خطر فهذه المناشده للرئيس وللنائب العام فيها قدر من السعي لتطبيق روح القانون روح القانون على بطل من ابطال 25 يناير بعد الفاصل مشاهدينا الكرام هقول لكم آه الهاشتاج البديع اللي اسمه رشح لي كتاب عجبك احنا عايزين كل يوم كده في كل حلقه من حلقات ممكن ان شاء الله اذا ربنا ادانا عمر ان احنا نروح لفكره من النوع ده رشح لي كتاب عجبك عشان اقراه عشان نثير شهيه الناس للقراءه هقول لكم الناس قالوا ايه وهقول لكم كمان اخوكم المتواضع يعني ليه كمان ترشيح بعد الفصل الجماعة تفشل في الحشد لمظاهراتها اليوم عقب انسحاب أحزاب التحالف الداعمة لها توزيع التابلت على 985 مدرسة ب15 محافظة ل210 ألف طالب الجبلاية تغلظ عقوبة اقتحام أرض الملعب إلى خصم ستة نقاط دواء جديد يساعد على تقبل الجسم للكلى المنزرعة ولا يسبب السرطان هروب 22 سجينا من قسم أول المحلة أثناء قيام أفراد الحراسة بفتح السجن لإخراج المخلفات. حركة تمرد تطالب الرئيس السيسي بالعفو الصحي عن أحمد دوما لتدهور حالته الصحية داخل محبسه